ظاهرة الإسلاموفوبيا جذورها وسبل تجاوزها، كان هذا عنوان الحلقة النقاشية التي أقامها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام، واتساقا مع احتفالات دولة الكويت باختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2016. محاور الحلقة التي تناولها بالنقاش نخبة من الأساتذة والمختصين في سياق هذا التقرير، لنتابع. بمناسبة يوم السلام العالمي واحتفالا بالكويت عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2016، أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الحلقة النقاشية حول الإسلاموفوبيا جذور الظاهرة وسبل التجاوز. هذه الندوة تهدف إلى توضيح اللقط والأخطاء حول مفهوم الإسلاموفوبيا وحول وضع الإسلام في موقع غير صحيح وغير سليم، ونحاول في هذه الندوة أن نبين أصل هذا المفهوم والمصطلح، وأيضا نبين الإشكاليات المرتبطة فيه والمعالجات اللي بإمكانها أن تنقلنا من هذه الإشكالية. نحن نعيش الآن في عالم متداخل، عالم يجب أن يقوم على الحوار مع الآخر واحترام الآخر، ويقوم على حوار الحضارات والثقافات والأديان. بات مفهوم الإسلاموفوبيا أكثر المصطلحات تداولا وانتشارا في الآونة الأخيرة، والذي يعنى ظاهرة الخوف من الإسلام والمسلمين. وهذه الحلقة النقاشية لاستيضاح الصورة الحقيقية للإسلام بوصفه دين التسامح والمحبة والألفة والنابذ لكل أنواع الكراهية والإرهاب. هناك تساؤلات متعددة سوف يتم تناولها من خلال هذا اليوم، من خلال هذه الجلسة سوف يتم الإجابة على أسئلة أساسية وجوهرية. لماذا يخاف الغرب من الإسلام؟ لأن هذا المفهوم أساسا ارتبط بالخوف الغرب من الإسلام. لماذا يخاف الغرب عامة من الإسلام؟ لماذا تخاف بعض الأنظمة، أنظمة الحكم من الإسلام سواء كانت العربية أو الغربية؟ والسؤال الثالث أيضا، لماذا يخاف بعض المسلمين أنفسهم من الإسلام؟ وقد يكون السؤال الجوهري والأساس والرئيس في هذا الموضوع، أي إسلام الذي يخشونه هؤلاء؟ سوف تحاول هذه الجلسة بإذن الله أن نجيب على مثل هذه التساؤلات، وسوف نعرض بعض من التوصيات، ونعرض بعض الأمور التي تتعلق بعلاقة الإنسان بالآخر. توضيح مفهوم الإسلام الصحيح وطرق المعالجات التي يمكن أن تعالج هذه المشاكل وسبل مواجهة الظاهرة وفرص تجاوزها هي من أهداف هذه الحلقة النقاشية. يوسف صفرة، تلفزيون دولة الكويت.